السلام عليكم الاخوان. كما وعدتكم في الفيديو السابق فيما يخص دياغنوستيك السيارات، واخص بالذكر سياره رونو الفرنسيه السينيك والميغان. انا عندي هذه السياره، هي ميلك لي ونيفو طابل البور، كتشعل لي هذه البوله ديال الارباك. والاخوان كما تتشوفوا، كما سبق خبرتكم بانه درت ليها الدياغنوستيك وما حددت ليش بالضبط فين كاين المشكل. الدياغنوستيك ما حدد ليش بالضبط فين كاين المشكل. اذا انا تعاودت هذه المقاطع وغادي نحدد لكم البلاصه فين كاين الاو بي دي، من كيركب الكابل ديال الدياغنوستيك ديال لافاليز ديال الدياغنوستيك. على اين الاخوان، هاد السيارة هادي كما قلت لكم، المشكل الوحيد اللي فيها ونيفو ديال لي زيرور، يعني الاخطاء اللي تتوقع في الميكانيزمات ديالها، هو هاد الارباك. هاد من بعد واحد المجموعة ديال البحوث لدى يعني مواقع تابعة لشركة رونو، وجدت بأن هاد السيارة هادي عندها الارباك ديال الفولون ديال القيادة، وكاينه الارباك في المقعد ديال السائق، وايضا في عند لانفيتي عندو ايضا الارباك في المقعد وفي الطابل دبور قدام لانفيتي كاين عاوتاني الارباك. انا قلت ايوا الاصدقاء نسبق هاد الارباك ديال الكونديكتور ديال الفولون. علاش؟ لان الفولون كنحس بها بانه هي حركيه بزاف، ما يعني الفولون راه هي القياده، اذا فيها واحد لي موفمون كثار بزاف، وربما يكون شي خلل في التوصيلات ديال الاسلاك ديال هاد الارباك اللي كاينه في الفولون. اذا ايها الاصدقاء غادي نتوكل على الله وغادي نبدا العمل ديالي في هاد السياره في محاوله ايجاد هاد الخلل هذا اللي يعطيني هاد اللمبه هادي ديال الارباك، يعني قياس الواقيه ونيفو طابل البور. اذا اول خطوه غادي نفتح الكابو من هنايا، من هنا من تفتح الكابو الاخوان كاين واحد تجر واحد الزر كبير هنايا، عندو علاقة بالباب بالقفل ديال الكاب. اذا من بعد ما تيريت هاد القفل هذا خاصني نمشي اول خطوة، وهي عزل البطارية عن السيارة. لما نعزلو البطارية عن السيارة معناه بأننا غادي نخدمو وحنا مرتاحين مطمئنين. علاش؟ لأن الإخوان علاش بالضبط خاصني نحيد، علاش خاصني نعزل البطارية؟ لأنه ربما في محاولة البحث عن الأسلاك ربما نوقع ندير شي خطأ وتخرج الارباك. صدق يعني مضيع هاد الارباك هادي. اذا خصني نمشي مباشرة للبطارية ونحيد الكوس ديال الطاقة. وهنا الاخوان شركة رونو كتنصح باش تحيد الكوس السالب وليس الكوس الموجب. علاش؟ لان الكوس الموجب متصلين مع واحد الفيوزات ديال الحماية، محاولة الفك ديالو ربما انت كتحاول باش تدور دوك لي بولون، ربما تقدر هذاك يعني هذاك المفتاح ديال لي بولون يقدر يضرب في الشاسي ديال الطوموبيل وتوقع عندك شي مشاكل اللي لا تحمد عقبها. اذا هنايا هذا لاماس الموه سالب، وحنا نبداو نفكو فيه، واخا يعني المفتاح خسارو تيقيس يقيس في الشاسي ديال الطوموبيل،
ما غادي يوقع والو. علاش؟ لان الشاسي ديال الطوموبيل هو اصلا كله سالب. هذا الشيء علاش الشركه ديال رونو كتحذر من محاوله فك الكوس الموجب، لانه في الوقت ديال الفكان ديالو والبطاريه متصله الساروت الى قاس لك الارضي غادي تكون عندك عواقب وخيمه، تقدر يتضرب لك الكالكولاتور، العقل ديال السياره، يوقع شي حريق لا قدر الله في بعض الاسلاك. اذا هنايا انا راه ماشي جيت ودرت هذا الفيديو بالعشوائيه، ولكن راه درت واحد المجموعه ديال البحوث الاخوان باش توصلت هذه التقنيه هذه في العمل على محاولات البحث عن الخلل ديال هذا ديال هذا البوله ديال الارباك اللي كتطلع في الطابلو دبور. اذا هذه هي الفولون، هي الارباك ديال الفولون كيف ما تشوفوا. انا كنحدد في المكان ديالها في الفولون، ها هي مكتوبه هنا ارباك في الفولون. اذا باش نحيدوا هاد الارباك من الفولون، كتحيد هي كتحيد، هذه هي الارباك باش نحيدوها من الفولون الاخوان، خصنا واحد مجموعه ديال المراحل. اذا ركزوا معايا مزيانا الاخوان في هاد المراحل اللي غادي نمروا منها باش نخرجوا هاد الارباك من الفولون. اول شيء كنلاحظوا بان الفولون فهي متصله مع لو سيستيم، مع واحد لي كاش، هاد لي كاش ديال السيستيم ديال الفولون مع لوحه القياده، فيها هاد الازرار وفيها هاد التوشيات ديال الاضواء وديال ديال يعني ديال لي سوي كلاص، وبزاف بزاف. الى تبعنا غادي نبحثو غادي نلقاو بان كاين واحد جوج البراغي هنايا، راه كنفتحوا هاد البراغي الاخوان باش نحيدوا الغطاء العلوي والغطاء السفلي ديال الفولون باش يسهل علينا نخرجوا هاد نخرجوا هاد الارباك من المكان ديالها، لانه يلزمنا باش نحيدوا هاد الارباك هاد المراحل هذه. اذا لاحظوا مزيان، انا كنبحث هنايا على الجوانب حدود ديال الارباك مع الفولون مع الفولون ديال القياده. فعلا كاينه الارباك هنايا في الفولون ديال القياده، هادو هما يعني هادو هما الاغطيه السوق الفوقاني والعلوي والسفلي. إذا خصني نحيد هاد البراغي هادو باش ننزل هاد لي كوفركل العلوي والسفلي، الاتصال بيناتهم يتم تثبيته بهاد الجوج البراغي. كاين أسفل الفولون إذا أيها الأصدقاء كيف ما تتشوفوا راه حتى حاجه ما صعيبه. يعني الا بغيتي تعمر راسك خاصك تبحث، خاصك تجتهد، ما كاينش المستحيل. اذا كيف ما تشوفوا الاخوان، بعد ما نزعنا هاد جوج البراغي اللي كاينين اسفل الفولون، سيتم نزع الكوفرك العلوي وهذا الكوفرك السفلي بسلاسة، نعم واحد ليونة واحد السلاسة كما تلاحظوا. الآن أقوم بنزع الغطاء العلوي، وأيضا غادي ننزع الغطاء السفلي أيضا كما تلاحظون. من بعد الاخوان، من بعد ما غادي ننزع هذا الغطاء السفلي اسفل الفولون، غادي تبان ليا واحد الفتحه، وهذيك الفتحه هي الاساس اللي عليها كنعتمدوا باش نخرجوا الارباك من الفولون.
إذن هذا الغطاء السفلي هو كدير هو تيكون كبر من الغطاء العلوي، لأنه يشمل كل مكونات القيادة اللي كاينة تحت الفولو. لاحظوا مزيان الإخوان، هذه هي الفتحة اللي ذكرت دابا. هذه الفتحة هذه كندخل واحد المفتاح ديال البراغي تما، وكنضغطوا على الارباك واحد القوة ديال الضغط في اتجاه الاعلى، كيخرج لينا الارباك من البولو. اذا لاحظوا مزيان هنايا، انا غنعاود نفتح البراغي، غادي نحشيه في هذيك الفتحة اللي كاينة تحت البولو، وكنضغط على الارباك في اتجاه الاعلى وكيخرج من المكان ديالو. هاد الارباك الاخوان عنده تفصيلات، عنده جوج ديال التوصيلات، غادي نتحقق من هاد التوصيلات هادو ونخرجوهم من المكان ديالهم. هاد الكونيكتور نخرجوهم من المكان ديالهم، والطريقة باش كنخرجو هاد الكونيكتور هي كالتالي. كاين واحد الفخاه ديال هاد لي كونيكتور، وهداك الفخان نصبقو هو الأول كنحيدوه، عاد من بعد كنخرجو الكونيكتور بأكمله بسلاسة. الجر ديال هاد الكونيكتور بعنف يؤدي إلى تلف كل المكونات بما فيها الأرباك. لاحظوا مزيان الإخوان، أنا غادي نوضح لكم هنايا داك القفل اللي موجود في هاد لي كونيكتور. إذن عندنا جوج توصيلات متصلين مع الأرباك. إذن هذا هو القفل، نعتقد اللون ديالو أصفر. كنسبقو هاد القفل هو الأول كنخرجوه من المكان ديالو، من بعد كما تلاحظوا هو خرج من المكان ديالو. من بعد كيسهل انك تنزع هذا الكونيكتور اللي متصل مع واحد الموتور تمايا تابع للارباك، الجهه اليمنى الجهه اليسرى. هو خرج، لاحظوا القفل والكونيكتور شو الشكل ديالو كيفاش داير. ايضا من الجهه اليمنى كاين ايضا الموتور متصل بهذا الكونيكتور. عندنا واحد القفل عاود ثاني، نسبقوا هذاك القفل هو الاول، هذا قفل الامان باش الكونيكتور اثناء القياده ما يخرجش الكونيكتور من بلاصته. وبهذه الطريقه هذه كنخرجوا هذا الاسلاك هذا الكونيكتور من المكان ديالها بواحد السلاسه دون الحاق اي ضرر بالمكونات ديال الارباك. إذن هذا أيضا على اليمين لون ديالو أزرق، وهذه هي الأرباك الإخوان اللي تتشوفوها هي الأرباك. وأنا غادي نعاود نشرح الميكانيزم اللي تيوقع أثناء عملية الفك ديال إخراج هاد الأرباك من الفولو. إذن هاديك هي الفتحة اللي راه هاديك هي الفتحة اللي كندخلو منها مفتاح البراغي. لاحظوا مفتاح البراغي هنا كيدخل، من اللي كيدخل كيضرب في هذا القفل. هذا عندنا واحد القفل ديال الامان هو هذا، اذا هكا كتكون راكبه. اذا القفل ديال الامان هو هذا، ملي كندخلوا مفتاح البراغي كيضرب في هذا القفل ديال الامان كما تطلع، وكندفعوا نحو الاعلى وكتخرج لينا الارباك من البولو. اذا عندنا هذه التوصيلات قلبناها لقيناها سليمه لحد الساعه. اذا هذا الارباك ديال البولو متصله بجوج بجوج الاسلاك. مازال غادي نزيدو نتبعو المسار ديال هاد الاسلاك نحو العمق ديال الفولو، ونحدو ربما سنجد احد التوصيلات هنا في هاد الفولو هذا غير متصل في خلال ما.
اذا هاد الكونيكتورات الاخرى فهي خاصه بهاد الازرار، ازرار التحكم الموجوده في البورو على اليمين وعلى اليسار كما تلاحظوا، وكاينه الارضي. اذا الفك ديال هاد الكونيكتور ايضا يتم بطريقه خاصه ايضا. المهم الاخوان، وصلنا لهاد المرحله ديال اننا حيدنا الايرباك ديال الفولون والبطاريه مفصوله عن يعني السياره، باش نخدمو بواحد الامان وواحد الاريحيه حتى لا يحدث اي خطا اثناء عمليه التفكيك. اذا كيف ما تلاحظوا هاد الاسلاك فهي متصله مع الازرار على اليمين وعلى اليسار، خاصه ببعض التحكمات، ربما مستقبلا سنتحدث عن هذه الامور بتفصيل. اذا لاحظوا يجب ترتيب الاسلاك في مكانها بشكل جيد. اذا لحد الساعه عندنا وصلنا العدد ديال ثلاثه لي كونيكتور، الاتصال ديالهم كله سليم ولا يوجد اي خط اي سلك مفصول او لا يوجد اي يعني اي رطوبه او ما شابه. اذا هادو لحد الساعه ثلاثه كونيكتورات الفولون ديال القياده كلهم سليمين. لدينا ايضا هذا الكونيكتور الابيض، نصفه ابيض ونصفه رمادي، متصل بشيء ما هنا، سنقوم ب يعني ب اختباره والبحث. اذا ايها الاخوان، يلزمنا للدخول الى العمق تتبع هذه الاسلاك، يلزمنا فتح هذا البرغي الكبير، هو الذي يثبت فولون القيادة، هو الذي يثبت فولون القيادة. إذا سنكتفي بهذا القدر ونبحث عن المفتاح المناسب لهذا البرغي الخاص بفولون القيادة، ونتابع في الفيديو المقبل إن شاء الله.